نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تحديد تطبيقكم تيك توك. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين مؤقتا، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيك توك. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.